احنا بنشرف النهارده مع الاتحاد المصري ان احنا نستضيف جوله الكاس في حد ذاته. راح اسكندريه، واسكندريه يعني ملهمه لكره السله احنا عارفين، وكمحافظه يعني، والاهرامات، والنهارده مع وزاره الشباب والرياضه، وطبعا كل اولادنا الفرق القوميه المختلفه كانت موجوده النهارده مع الاتحاد المحترم. الحقيقه الحمد لله احنا في حاله بدعم القياده السياسيه في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم دايم للشباب المصري عموما ولشباب الرياضيين والابطال. اكيد احنا يعني كل يوم بنلاقي خبر ان في فوز، في ميداليه، في فريق. احنا الحمد لله بنليد دلوقتي على مستويات العالم وعلى مستوى افريقيا، اكيد البطولات، بنستضيف احداث رياضيه كبيره جدا، اكبر الاحداث الحمد لله احنا استضفناها في مصر، كلها بطولات عالم، تخطينا 300 بطوله الحمد لله. بدانا نرجع ونتحط على الخريطه العالميه دلوقتي، ونتحط ان احنا نبقى من احسن، يعني احنا وصلنا يعني احنا من احسن فرق افريقيا، واعتقد احنا مسيطرين عرب برضو، احنا من احسن فريق عربي، ورجع زي ما احنا كنا زمان، احنا كنا مسيطرين افريقيا ومسيطرين دول عربيه، واعتقد ان العالميه دي محتاجين نطلع لها علشان نبدا ناخد مراكز. الدعم اللا محدود من مجلس الاداره بتاع اتحاد الباسكت، وكذلك وزاره الشباب ومعالي الوزير، اعتقد ان لازم ان شاء الله هيعملوا نتائج مبهره وهيعملوا نتائج كويسه في ان شاء الله في كاس العالم. تصنيفنا الدولي احنا في حتة الخمسين الحمد لله يعني، وبنقل يعني ويعني ان شاء الله بإذن الله نرجع نتابع افريقيا تاني. احنا وصلنا اول مرة نوصل قبل بجولتين من النهائي للتصفيات، ودي كان حدث من الاحداث اللي هي جميلة بالنسبة لنا، انك تلعب اخر ماتشين وانت مرتاح ووصل كاس عالم، ده ما حصلش قبل كده، انت كنت بتوصل بالعافية. لا ان شاء الله يعني المنتخب كويس، وان شاء الله مباشر بالخير. انجاز تاريخي يعتبر، احنا اخر تاهل لينا كان 2014، فتاهلنا بعد 9 سنين، والمره دي ما شاء الله يعني التاهل كان من في اخر ويندو، احنا لعبنا 4 ويندو، في اخر ويندو من اول ماتش بعد ما كسبنا تونس تاهلنا مباشره، فده يعتبر انجاز يعني غير مسبوق في شكل التاهل حتى. يعني كان شكلنا في الحمد لله ان احنا كسبنا الدول اللي هي كانت اوريدي بتكسبنا بفارق سكور كبير جدا زي السنغال مثلا، بقينا الوضع الحمد لله اتغير، وبقينا احنا الليد على السنغال وعلى تونس اللي هم كانوا يعتبروا يعني احد اكبر الفرق الافريقيه.